نيجي بقى دلوقتي للشوربه العالميه اللي احنا بناكلها بره ندفع فيها فلوس كتير قوي وهي سهله وبسيطه. طيب محتاجه ايه؟ محتاجه حلتين او لا حله وطاسه. حله وطاسه. الطاسه هعصق فيها الفراخ. ليه؟ ما انا عشان اظبط الشغل، اهم من الشغل ظبط الشغل، وانا ما ينفعش ان انا اروح حاطه حبه فراخ مسلوقين كده، لا انا مش عايزاها مسلوقه. طيب هل الوصفة دي ينفع لو في عندنا حاجات نعمل بيها إعادة تدوير؟ اه طبعا ينفع. لو عندك فراخ مسلوقة ممكن ناخد منها وركة أو صدر كده نفصصه نسال رفيعة ونديله التشويحة اللي أنا هديها النهاردة دي وأتبلها ويبقى نستخدمها. طيب كنت عاملة فراخ مشوية وفضل وركة أو صدر، نفس النظام، شيلي الجلد بتاعه وابدأي إن أنت فصصيه وقطعيه ناعم على سن السكينة وابدأي اشتغلي بيه. طيب ما عنديش مشروم فريش، ينفع المعلب؟ ينفع بس مش هيديكي نفس التيست بتاع المشروم الفريش. المقادير بتاعتنا نزلت على الشاشة وتعالوا نشوف ايه البدايل وايه اللي احنا نقدر نعمله علشان نطلع طبق شوربة عالمي الناس كلها تحلف بيه. معايا صدر فراخ متقطع بالشكل ده كده وانا جايباه النهارده ني علشان ان احنا هديله التشويحة وهسويه على النار. الطاسة تسخن مع حبة زيت. ما شاء الله عليا، حتى الطاسة ما ولعتش البوتاجاز. ادي حبة الزيت عشان يتقطحوا علشان اعصق فيه الفراخ. لا الفرن لسه تمام، وهحط كمان معاه حته زبده بالشكل ده، والناحيه الثانيه هحط حته زبده مع زيت علشان نعمل المشروم. طيب مقاديرنا بتقول ايه يا رغده عشان حمدي ما يزعلش؟ مقاديرنا بتقول الورقه الاولانيه تاني، صدر فراخ متقطع شرايح وممكن يكون مستوي او ني على حسب اللي موجود عندك استخدميه. معانا ايه كمان؟ كيلو مشروم فريش، وهو موجود بقى كتير قوي في السوق وممكن تلاقيه عند اي حد، بيبقى افضل بكتير جدا ما نجيبه معلب علشان ما يبقاش مجلد معانا وتاخدي تيست حلو قوي. معايا بصلايه مفرومه، بقدونس مفروم، وزبده، واربع معالق كبار من الدقيق، ومعانا كمان كوبايه مرقه وممكن نحطها مكعب وممكن ان احنا نديها شويه ميه سخنين بعد كده. معايا كوبايتين ونص حليب، ومعايا كوبايه كريمه طهي، وممكن نستغنى عن كريمه الطهي وما فيهاش مشكله خالص. معايا ملح وفلفل اسود وممكن فلفل ابيض لو انت حباه، بس انا بصراحه بحب الفلفل الاسود بيديني تطعيمه احلى بكتير. طيب عندي الزبده هنا اتقدحت، الزبده دي هعمل فيها ايه؟ هدي فيها المشروم تشويحه. المشروم مش بيستوي في الشوربه؟ ما احنا قلنا اهم من الشغل ظبط الشغل. طيب زبده وزيت، وهعمل كده بسم الله. بصوا كده طاسه حاطه فيها زبده وزيت علشان اعمل فيها الفراخ، والناحيه الثانيه زبده وزيت، ورحت حاطه فيها المشروم الفريش مع رشه فلفل اسود حلوه كده، ويبدا ياخد اللون الحلو بتاعه ويبدا يدبل معانا، وهنشوف شكله عامل ازاي دلوقتي. شفتوا الكميه الهايشه دي كلها؟ تخيلوا هتبقى منظرها ازاي دلوقتي لما يشم النار وينزل مع الزبده ومع الزيت. هسيبه كده يتشوح. الناحيه الثانيه الزبده بدات ان هي تسيح معانا اهي مع شويه الزيت اللي حطيناهم، وابدا ادي صدمه للفراخ. طب احنا ليه يا نونا؟ ما انت كده كده بتعصجي. بسم الله، ما كانتش اتقدحت قوي. ما انت كده كده بتعصجي، ليه ما نزلناش بالبصل الاول؟ لا انا عايزه اخد صدمه مع الفراخ مع رشه فلفل اسود برده حلوه كده علشان تدينا تطعيمه حلو. قلنا قبل كده المفروض كنت اخليها تتقدح شويه، بس ماشي ما علينا. ملحوقه رشه الفلفل الاسود اللي احنا حطيناها دي، وان الفراخ تبقى لطاسه سخنه هتدينا تيست اعلى وما تخليهاش تنزل ميه. تتعصق بس الفراخ ويتغير اللون بتاعها، ونبدا ان احنا ننزل عليها بباقي المكونات بعد ما يتغير اللون. الناحيه الثانيه المشروم ماشي معانا تمام وزي الفل، زبده وزيت مع رشه فلفل اسود ويتغير اللون بتاعه ويدبل. طيب تعالوا نشوف ايه اللي موجود معانا اساسي وايه اللي احنا ممكن نبدله ونحط له بدايل علشان ناخد الصنف بتاعنا. طيب مبدئيا عندي حليب وده ما ينفعش يتغير، عندي مكعب مرقه وهحط عليه كوبايه علشان تدينا خفيه شويه وفي نفس الوقت تطعيمه حلوه. البصل ده والبقدونس، البصل للفراخ مع رشه ملح وفلفل اسود، الدقيق برده مع الفراخ قبل ما انزل على المشروم علشان عايزاه يتحمر، مش عايزه ان انا انزله، كان ممكن ان انا ادوبه مع الحليب واحطه مع المشروم وخلاص اداني ثقل وخصومك وخلاص، بس لا انا عايزاه يتحمر عشان ما اجيش اشرب شوربه المشروم والاقيها نيه والاقي الدقيق فيها مش حلو. حطيت هنا مكعب المرقه علشان يبدا ان هو يدوب. شايفين كميه الزيت اللي انا حطاها؟ انا كنت قصده من الاول ان هي تبقى بالكميه دي عشان دلوقتي هعمل كده. بصوا
هروح موسعه الفراخ كده، وفي نفس الكميه بتاعت الدهون اللي انا حطاها دي هبدا ادي تحميره للدقيق قبل ما انزل البصل. ليه؟ انا لو نزلت البصل على الفراخ البصل هيبدا يجيب ميه ويطري لي الدنيا دي كلها، لو جيت احط الدقيق هيبقى انا بعمل عجين ويبقى انا بوظت الوصفه وما خدتش التيست اللي انا عايزاه، مش بوظتها بس ما خدتش التيست اللي انا عايزاه. كده كده ممكن ما احط عليها شويه حليب او اخد الخليط اقلبه مع الحليب اللي انا حطيته مع المشروم، كده كده كله هيفك مع بعض وهيديني في الاخر شوربه. بس هنا بقى السنس كده بتاع الستات بتاعتنا كده اللي هي بتحب ايه كل حاجه تبقى مظبوطه على الشعره، فلازم نحمر الدقيق عشان يديني تيست عالي وتيست حلو. بصوا كده عملت كده والدهون اللي في النص اهي، هعمل كده مش هكتر، يا دوب هي معلقه كبيره بس كده اهي، عينيا الاثنين حاضر. بصوا شبيه بيه. حمدي بيقول لي ده قريب من صوص البيكاتا، فانا بقول له هو شبيه بيه. ليه؟ لان احنا في صوص البيكاتا احنا بندي صدمه للفراخ وبنشيلها، وبعد كده برجع انزل بالمشروم ياخد تشويحه الاول معاه، وبعد كده بروح لو في سوائل واحتاج معايا بدي في الاخر خالص يا حمدي معلقه الدقيق اللي انا حطيتها دي. بصوا كده انا كده حمرت الدقيق وخليته شرب من الشوربه او شرب من الزيت او شرب من السوائل اللي نزلت من الفراخ، كده مفيش تكتلات اهو، اهو ناعم معايا. طيب انا حاطه الفراخ على الحروف، ابدا اعمل بقى كده ادام بدا ان هو ناعم معايا مش مكتل وخد التشويحه من الزيت والدهون اللي نزلت، ابدا اروح لم عليه الفراخ كده. شايفين انا حطيت مكعب المرقه، وانا كاتبه في المقادير بتاعتنا عايزه كوبايه مرقه، ليه ما حطيتش المرقه من الاول؟ علشان انا خدت المكعب يطعم، عينيا الاثنين حاضر، خدت المكعب يطعم، لكن هبدا ان انا احط الميه دلوقتي. طيب قبل ما احط الميه انا عندي ايه؟ عندي بصل هحطه على الدقيق علشان يشرب كله مع بعضه قبل ما انزل بالميه الزياده. طب ليه عملت كده؟ علشان يديني برضه تطعيمه احلى ويعلي لي التيست، وكده كده عارفه ان السوائل هتنزل من البصل فممكن ما احتاجش سوائل كتير. بصوا هو انا عندي ايه تاني يا حمدي قبل ما نحط الميه؟ ما انا عندي سوائل تانيه. طيب انا عندي كريمه، الحليب انا حطيته على المشروم، عندي كريمه انزل بيها على الفراخ ولا انزل بيها على الشوربه؟ ما لو نزلت بيها على الشوربه اتخلطت مع الحليب وما خدتش برده التطعيمه اللي انا عايزاه. اروح عامله كده، نزلت بالكريمه الاول على الفراخ مع البصل مع الدقيق، وانا عارفه متاكده ان هي هتتقل زياده لان اصلا الكريمه بتتقل، فتخيلوا بقى ان انا حاطه معاها دقيق بس، كله اهو الطعم مع بعضه. وهنا بقى جت مرحله شويه الميه او كوبايه الميه اللي انا كنت هستخدمها كشرب، حطيت بقى كوبايه المرقه اللي انا كنت حطاها في المقادير، بس حطيتها على مرحلتين، حطيت المكعب الاول دب معانا وخد التطعيمه الحلوه والتشويحه الجميله مع المكونات بتاعتنا، ورحت نازله بعد كده بكوبايه الميه علشان تفك الكريمه والدقيق. شايفين الخليط بقى عامل ازاي؟ طيب كده خلصت، يعتبر معايا خلصت، فاضل لها ايه؟ فاضل ان المشروم اهو خلاص مع الحليب بعد ما اديته تشويحه بفلفل اسود، وزي ما انتم شايفين كده هبدا ان انا احط ده على ده، وسنه سنه البقدونس اللي انا عايزاها هحطها في الاخر. بصوا اللون بتاعها عامل ازاي؟ شوربه الكريمه لما تيجي تتقدم لكم في اي مطعم وتلاقوها فاتحه وبيضه اعرفوا ان ده شغل حماده وقع مني. يعني ايه شغل حماده وقع مني؟ يعني ايه شقلب وقلب كده؟ يعني حطوا كريمه مع المشروم على النار، او ممكن يكونوا ما حطهاش، هم سلقوا كله مع بعض وسلقوا الفراخ قطعوها اقلب وحط ملح وفلفل اسود وكان الله بالسر عليه. انا ما بحبش كده. بصوا لون الكريمه، بصوا لون الشوربه عامل ازاي، معنى كده ان المشروم اتشوح حلو قوي والمشروم كان فريش وخد معاه رشه الفلفل الاسود، الفراخ اتشوحت لوحدها واستوت لوحدها، بعد كده جمعنا الخليط مع بعضه عشان يطلع لي القوام ده باللون ده بالتطعيمه كمان اللي هتدوها. حاجه محترمه علشان لما تيجوا تقدموها عندكم في البيت واللي يجي ياكلها ما يبداش ان هو او ما يقدرش ان هو ياكلها في اي حته بره. زي ما قلنا اهم من الشغل ظبط الشغل. بصوا الايه؟ القوام نفسه بيتكلم عن نفسه، مش ان انا عشان عامل شوربه مشروم بالكريمه ممكن ان انا بقى بره بقى في المطاعم اللي هي
مش هقول كل المطاعم عشان في مطاعم محترمه وبتاكلوا عندها الحاجه وفعلا تقولوا لا مش هناكلها اللي عندها. في بقى ناس تانيين يروحوا جايبين لك ايه شويه الحليب ومعاهم شويه الشوربه ولا المرقه ويروحوا حاطين حبه الدقيق وحبه النشا، قلب مع بعضه، حط المشروم مع الفراخ، حط عليهم الخليط، بدا يتقل، هم كده تمام وزي الفل ومقتنعين مليون الميه ان هم عاملين شوربه مشروم بالكريمه. صح؟ انا ما بحبش كده. احنا بنحب نقدم الحاجه تعلم مع اللي ياكلها علشان يجي ياكلها في اي مكان تاني يحلف باللي هو كلها عندنا. الشكل ده كده شايفين القوام عامل ازاي؟ ده قوام الشوربه اللي احنا عايزينه. طيب نونا احنا حطيناها وعملنا الشوربه دي وفضل منها لتاني يوم، ولما حطيناها في الثلاجه تقلت شويه، ده شيء طبيعي ان هي تتقل شويه. طب نخفها بايه؟ خف بحليب، ما تخفيش بميه علشان تفضلي محافظه على التطعيمه اللي انت عايزاها والقوام الحلو اللي انت عايزاه. انا خلاص كده بالنسبه لي بسم الله. بقى رشه البقدونس دي بنحطها ساعه التقديم على طول، يعني وانت مقدماها بره كده